يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يقوم بوضع المصحف أثناء المرور بآية سجدة فيضعه أمامه ويسجد عليه، أو يضعه تحت إبطيه، أو يضعه على العقال إذا كان عقاله على الأرض، هل هذا مشروع؟ يرفعه عن الأرض أي شيء، حتى لو العقال أو الحاملة للمصاحف أمامه، فيرفعه ولا يضعه على الأرض على التراب. أما إذا كان على فراشه أو على سجادة، أمر آخر. نعم.